السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الذهب اليوم 24/11/2022 في مصر، سجل الذهب العيار الـ 24 1560 جنيه البيع، 1548 جنيه الشراء، عيار 22 1430 البيع، 1419 الشراء، عيار 21 1365 البيع، 1355 الشراء، الذهب عيار 18 1170 البيع، 1161 الشراء، عيار 14 910 البيع، 903 الشراء، الذهب عيار 12 780 البيع، 774 الشراء، عيار 9 585 البيع، 580 الشراء. أما الجنيه الذهب 10920 البيع، 11995 الشراء. الأونصة بالدولار الأمريكي 1754 دولار البيع، 1753 دولار الشراء. من فضلك، فضلك اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويعلم على علامة الكل، علموا على علامة الكل يا جماعة عشان يصلكوا كل جديد في ميعاده بإذن الله، وشيروا الفيديو عشان الناس تستفاد من الفيديوهات بتاعتنا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.